من عمان معي دكتور وليد سرحان، استشاري في الطب النفسي. نفسيا كيف ينظر للموضوع دكتور وليد؟ مساء الخير. طبيا يعني التقرير فند بانه في حالات نعم اثبت بانه المتفائل بتخف احتماليه تعرضه لامراض قلب. من الناحية النفسية أصبح بالنسبة لنا معروف ومؤكد أن العوامل النفسية المختلفة في الإنسان من طبع شخصيته وتفاؤله وأسلوبه في الحياة ونمط تفكيره إضافة إلى هبوط أو ارتفاع مزاجه، كل هذا يلعب دور مهم في صحته الجسدية، منها أمراض القلب وأمراض الضغط والسكري وكثير من الأمراض المزمنة التي يصاب بها الإنسان. وبالتالي في كثير من الأحوال الناس يعني تأخذ احتياطاتها للأمراض المزمنة دون الأخذ بالاعتبار البعد النفسي وأهميته، وأن الإنسان يعني متفائل أو غير متفائل هذا بند من البنود التي ظهر في الدراسة، لكن هناك الكثير من الأشياء، الإنسان الذي لا يأخذ راحة، الذي ليس لديه متنفس، ليس لديه هواية، يضغط نفسه أكثر من اللزوم في حياته، في الوقت دائما بالنسبة له غير منظم، نعم. هذا الشخص معرض لإصابات القلب بالتأكيد، هذا غير متفائل، ينظر للحياة دائما من منظار قاتم جدا غير واقعي، يعني يتخطى التشاؤم الواقعي. هو يعني يمكن كثير بيقولوا هون انه مش موضوع المتفائل، يعني في طرح مش كونك متفائل بيؤدي لعدم اصابه بامراض القلب، بس ولا متشائم، بس اللي اصلا عنده هموم وبيضله عم بفكر بمسؤوليات الحياه وبالهموم يمكن كل وقت، هو صح هيدا جسديا بيؤدي لامراض، صحيح؟ صحيح، هو صحيح، هذا صحيح، يعني هو يعني التفاؤل أخذ كمؤشر للبناء النفسي لهذا الإنسان، يعني اثنين عندهم نفس القدر من المشاكل والهموم، أحدهم يتعامل معها بهدوء وراحة وبخفة صحيح، وبشيء من التفاؤل، والآخر يتعامل معها بضغط شديد وعدم وتشاؤم حتى من الأشياء البسيطة. وحصر يعني، واللي بالنهاية المطاف هيدا بيؤدي لمشاكل في القلب، لأنه طيب بموضوع الخوف بأنه أنا أصاب بمرض، هيدا موجود عند كثيرين، بضل في دايما هوس أو هاجس أنا ممكن يصير معي سرطان مثلا بعد فترة، شو تفسيره هيدا نفسيا؟ يعني هذا أحد الاضطرابات النفسية، القلق على الصحة والخوف من الأمراض، يعني من الاضطرابات النفسية الشائعة جدا، واللي بتخلي كثير من الناس يدخل في متاهة البحث عن الأمراض وقراءة عنها في الإنترنت وفي النشرات الطبية، ويبالغ في بمحاولة فهمه لكل مرض وتطبيقه على نفسه أو تطبيقه على أحد أفراد الأسرة، وهذا للأسف شديد يعني داء، وأصبح الآن خصوصا مع انتشار يعني المعلومات صحيح الصورة، وما أخذين بالاعتبار أنه ليس بالضرورة المعلومة التي يصلها بالإنترنت هي أنه تكون دقيقة، صح طبعا. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من عمان دكتور وليد السرحان، استشاري في الطب النفسي، شكرا.